تختتم غدا لقاءات الجولة 14 من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء فريقي الأهلي وأبها، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 8:05 مساء. المستضيف يحتل المركز السادس ب 23 نقطة، ويأتي أبها خلفه مباشرة بالمرتبة السابعة بذات الرصيد من النقاط. آخر لقاءات الفريقين كانت خسارة للأهلي وانتصار لأبها.